مركز العزل مستشفى الأمل يقدم خدمات للمرضى لعلاج مرضى كوفيد 19 للحالات الشديدة. ففي جهد كبير نبذله في العلاج المرضى للحالات الحرجة. أنا قني بأموت. قال دكتور أنا أخذ وصاي تمشي له الليلة فسوف يكون 100. وأجابوني لعندهم وأنا أحتاج للوعد. يواجه معوقات كثيرة. المرضى اللي يأتوا متأخرين. لما يأتي المريض متأخر يكون العلاج صعب والتحسن بيكون بطيء وأحياناً ما فيش تحسن. المرضى بحاجة إلى دعم أحياناً نفسي معنوي أكثر ما هو دعم علاجي. فهذه الأشياء مهمة إنه تتابع المريض بدعم معنوي ونصائح عشان يتحسن وضعهم الصحي. منظمة الصحة العالمية قدمت جهد كبير في دعم من ناحية الجهاز التنفس الصناعي، من ناحية العلاجات للمرضى، علاجات التخدير، المضادات الحيوية. قد بذلت جهد كبير، يعني ساعدت في إعادة فتح مركز الأمل وساعدت في يعني إعادة استقبال للحالات وهيئات مركز الأمل. وجينا لعندهم إن شاء الله وجهت العافية. بالعافية لنا كلنا. نشكرهم على المجهود اللي عملوه. الآن أكسجيني تمام، صحتي تمام، والفضل لله والفضل.